نبدأ معك أستاذ خالد. كما قلنا في التقرير، 100 يوم مرت على المواجهات بين الجيش والدعم السريع. ماذا حقق الطرفان من خلال هذه المواجهات، من خلال هذه الحرب للسودان والسودانيين؟ تحية لك أخ بدر الدين ولزميلتك ريما ولكل مشاهديكم الكرام ولضيفك من القاهرة. ربما هذه الحرب أريد لها أن تحقق شرطا أساسيا، هو الذي دفع قوات الدعم السريع ومن يقفون خلفها داخل السودان من قوى مدنية انقلابية ومن قوى إقليمية ودولية في سياق ما عرف بالاتفاق الإطاري، حتى وصلوا إلى هذه الرؤية التي انتهت بقوات الدعم السريع إلى دمار شامل، وهي فكرة الانقلاب العسكري والسيطرة على السلطة والقبض على رئيس المؤسسة العسكرية أو القائد العام، وهذا هو الهدف الأساسي الذي جرت من أجل هذه العملية. بالنظر إلى هذا الهدف وكل الأهداف اللاحقة من تشكيل حكومة انتقالية يعني مخصصة لفئة دون غيرها، من رهن الإرادة الوطنية للأجندات الدولية، من فتح الباب على مصراعيه للتدخلات الدولية السافرة التي شاهدناها طوال 4 أعوام ونصف، بالنظر لكل هذه القضايا المدمرة للسودان لم يحدث هذا كله، بل استطاع السودان أن يوقف هذه المؤامرة الانقلابية وأن يضع حدا إلى هذه الفكرة المجنونة. صحيح أن التكلفة كبيرة للغاية، صحيح أن هذه هناك النقطة على ضحايا من حساب من؟ المدنيين، أليس على حساب السودان والسودانيين؟ يعني ألا نشاهد الآن الدمار والخراب الذي يعم كل مدن السودان؟ أليس الأحرى بأن من يسأل هذا السؤال مثلك ومثل كل من يتوق لكي يرسخ القيم الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان، ونحن جميعا ندعو لذلك، أليس الأحرى بنا جميعا أن نفكر ما هو شكل السودان في حال سيطرت عليه عصابات مدفوعة من الخارج، طيب أيدي سيد ومخالب خالد، هذه دولية نقطة تحركه لكي جدلية طبعا لأن الجيش لم يلتزم تماما بالاتفاقيات دعيني التي أكمل كانت طالما ستقود إلى انتخابات عفوا وحكومة طالما أنتم منتخبة.